أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها المخلصين قادرة على تسطير الإنجازات وخلق الفرص والتغلب على التحديات مهما بلغ مداها وتأثيرها. جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لخيمة الابتكار في المركز الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث أطلق سموه برنامج الهيئة للفضاء سبيس دي الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. وسيتضمن المشروع إطلاق قمر اصطناعي رئيسي مزود بأحدث تقنيات التصوير والاتصال الفضائي وذلك تزامنا مع إكسبو 2020 دبي الذي ينظم خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 من مارس 2022. واستمع سموه من معالي سعيد محمد الطائر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى شرح تفصيلي حول مراحل برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء الذي سيعمل على تعزيز الكفاءة والفاعلية التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه وتعزيزا لموقع حتى كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مشروعين تنفذهما هيئة كهرباء ومياه دبي وهما قمة دبي وشلالات حتى المستدامة. ويتضمن مشروع قمة دبي إنشاء تلفريك بطول 5 كيلومترات و400 متر لنقل السياح من منطقة سد حتى إلى قمة أم النسور في منطقة حتى أعلى قمة طبيعية في إمارة دبي بارتفاع يصل إلى 1300 متر عن مستوى سطح البحر. أما مشروع شلالات حتى المستدامة فيشمل استغلال المنحدر للسد العلوي واستخدامه كشلال طبيعي واستحداث مجرى للمياه بمحاذاة مواقف السيارات أسفل السد وتطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومقاهي ومطاعم.